بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا فيا أيها المسلمون عباد الله، عنوان هذه الخطبة في هذا اليوم من أيام الله جل في علاه، عنوانها إشارات على الطريق إلى بيت المقدس. إشارات على الطريق إلى بيت المقدس. أيها المسلمون عباد الله، بيت المقدس، وما أدراكم ما بيت المقدس؟ المسجد الأقصى، وما أدراكم ما المسجد الأقصى؟ الأرض المقدسة، وما أدراكم ما الأرض المقدسة؟ فلسطين، وما أدراكم ما فلسطين؟ الشام، وما أدراكم ما الشام؟ كلها عباد الله أسماء لها منزلة في دين الله تبارك وتعالى، كلها أسماء وأعلام لها منزلة في دين الله جل وعلا. ولذا عباد الله نقول: هذه إشارات وعلامات ونصائح وتوجيهات على الطريق إلى استعادة بيت المقدس بإذن الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، انطلقت في الأيام الماضية دعوة تنادي إلى إقامة صلاة فجر مليونية، كان موعدها فجر هذا اليوم، أي فجر يوم الجمعة 13 من شهر مايو. انطلقت هذه الدعوة بهدف دعوة المسلمين في كل مكان للتجاوب والاستشعار أحوال إخواننا المسلمين في غزة وفي غيرها من بقاع فلسطين، بغية أن تنهض الأمة كلها لاستعادة المسجد الأقصى الذي يئن تحت أسر اليهود لعنة الله عليهم المتتابعة في كل زمان ومكان. ودعا البعض كذلك إلى انتفاضة للأقصى بدايتها من اليوم وفي يوم 15 كذلك من الشهر الجاري. لذا نقول عباد الله،
المؤمن لا يعيش بمعزل عن الأحداث، بل يتفاعل مع الأحداث بأقواله وأفعاله. والعبد الذي يعيش لنفسه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. أما العبد الذي يتحمل هم هذا الدين فإنه يعيش عظيما ويموت عظيما بإذن الله تبارك وتعالى. انظروا وتأملوا عباد الله، كانت هذه الدعوات سبب في أن تكون هذه الكلمات. وإن كنا قد فوجئنا بأن عدد المصلين في صلاة الفجر كذلك لم يكثر عن قبلها من الأيام، بل عدده العدد هو هو، تقصير كبير في صلاة الفجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبيت المقدس عباد الله لن يعود إلى أمة الإسلام مرة أخرى بسبب صلاة فجر في يوم من الأيام، إنما الأمر عباد الله أكبر من ذلك. ولذا كان هذا الحديث عباد الله. ولكن قبل أن نبدأ في الكلام عن هذه الإشارات وهذه العلامات على الطريق إلى استعادة المسجد الأقصى، نقول عباد الله إن قضية فلسطين لا تخص أهل فلسطين وحدهم، بل هي قضية كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله وسلم على نبينا محمد. تأملوا عباد الله، فإن البعض من الناس، أو ربما قل الكثرة الكافرة من الناس، أصبحت تنظر إلى قضية فلسطين على أنها قضية تخص أهل فلسطين وحدهم، بل سمعنا قول من لا نخوة عنده من القادة العرب في يوم من الأيام الذي كان يقول: إيش فلسطين؟ وإيش المسجد الأقصى؟ أليس مسجدا كغيره من المساجد؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الذي نريد أن ننبه عليه عباد الله أننا حينما نتكلم عن قضية فلسطين أو عن المسجد الأقصى الذي يئن تحت أسر اليهود، إنما نتكلم من منطلق العقيدة عباد الله. فإن أرض فلسطين، فإن المسجد الأقصى له منزلة في دين الله تبارك وتعالى، كيف لا، وهو ثاني مسجد وضع على ظهر هذه الأرض لعبادة الله تبارك وتعالى بعد المسجد الحرام بأربعين عاما، كما صح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما لا عباد الله؟ والمسجد الأقصى هو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تأمل، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. المسجد الأقصى عباد الله الأرض المقدسة التي قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام، قال موسى عليه السلام كما قال الله جل وعلا: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. المسجد الأقصى عباد الله الذي صح في الحديث عن الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول أنه قال فيه: لا يريده ولا يخرج عبد لا يريد إلا أن يصلي فيه، أي إلا أن يصلي في المسجد الأقصى، إلا خرج من ذنوبه أو خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه، أو كما قال الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. المسجد الأقصى عباد الله الذي هو بقعة، وبيت المقدس الذي هو بقعة من الشام. وما أدراكم ما الشام؟ اسمع ماذا قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه في حق الشام، قال: يا طوبى للشام
يا طوبى للشام، الملائكة باسطوا أجنحتها على الشام. الله أكبر. ومن الشام أرض فلسطين، ومن أرض فلسطين بيت المقدس. الشام عباد الله، الشام عباد الله التي بيّن الرسول صلوات الله وسلامه عليه منزلتها كذلك في سنته المباركة صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال في الحديث الصحيح: لا خير فيكم إن فسد أهل الشام، لا خير فيكم إن فسد أهل الشام، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين أي منتصرين حتى يأتي حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الطائفة التي تكون منتصرة في كل زمان وفي كل مكان إنما هم الطائفة الذين تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذن عباد الله، نحن حينما نتكلم عن الشام، عن فلسطين، عن بيت المقدس، فإنما نتكلم من منظور ومن منطلق أدلة وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله وسلم على نبينا محمد. تأملوا عباد الله، نحن نقول ومن منطلق أن المسلمين وطنهم واحد في كل مكان على ظهر هذه الأرض. لا تنظروا إلى هذه الحدود التي وضعها الاستعمار الذي احتل بلاد المسلمين في يوم من الأيام، إنما هي حواجز مصطنعة، حدود بين مصر وليبيا، حدود بين مصر والسودان، تأمل، حدود بين ليبيا وتشاد، حدود بين ليبيا وتونس، حدود بين السعودية والبحرين، حدود بين السعودية واليمن، حدود بين العراق والأردن، حدود بين العراق وسوريا. كل هذه عباد الله حدود مصطنعة وضعها الاستعمار الغربي الذي علم جيدا أن من أسباب قوة المسلمين اجتماع كلمتهم تحت مظلة الخلافة الإسلامية التي ترفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم على نبينا محمد. ولذلك أخذوا بمبدأ فرق تسد، فأخذوا يفرقون بين الدول بين أجزاء المسلمين بعضها البعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى خرج من المسلمين من يقدم حب بلده على حب مكة المكرمة، أو يقدم حب بلده على حب المدينة النبوية، أو يقدم حب بلده على محبة بيت المقدس. وهذا مما لا ينبغي أبدا في دين الله تبارك وتعالى. هذه البقاع الثلاثة، مكة المكرمة، المدينة النبوية، بيت المقدس، هي أحب إلينا من بلادنا، لأن الدليل دل على أن هذه البلاد لها مكانة في دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. والمسلمون عباد الله وطنهم واحد، كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله وسلم على نبينا محمد فهو أخ لك، تفرح لفرحه، تحزن لحزنه، تسأل عن أخباره، تتابع أحواله، انظر وتأمل، تدعو له، تحرص على أن يعيش في كل أمن وأمان وطمأنينة. كما قال بعضهم: ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا، ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه وواد النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحما من صلب أوطاني. انظر وتأمل، فحينما نتكلم عن قضية فلسطين كما ذكرنا إنما نتكلم عن بلد هي أحب إلينا من بلادنا، كيف لا، وفيها بيت المقدس، الأرض المقدسة، المسجد الأقصى الذي له مكانة في دين الله تبارك وتعالى. انظر وتأمل، ولذا كان
بيت المقدس هو ترمومتر هذه الأمة، كلما تمسكت الأمة بدينها وكلما اعتزت بعقيدتها وكلما اجتمعت كلمتها كان بيت المقدس معهم. لكن حينما تفرط الأمة في دينها وحينما تتخلى الأمة وتهمل في شأن عقيدتها ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحين تتفرق الأمة يضيع منهم بيت المقدس كما هو حاصل في هذه الأيام. إن اليهود عباد الله يعلمون جيدا أنهم لا حق لهم في أرض فلسطين، يزعمون أنهم شعب الله المختار وأن هذه البلد حقهم، وكذبوا. فإن الأرض لله تبارك وتعالى يورثها من يشاء من عباده، وهم يعلمون جيدا أنهم سوف يخرجون من بيت المقدس في يوم من الأيام. انظر إلى موشى ديان وزير الحرب اليهودي الكافر الخبيث الغادر، لما كان يتجول في يوم من الأيام في قرية من قرى أرض فلسطين، تأمل، فنزل يصافح بعض الشباب، فرفض بعض الشباب مصافحته وأبى أن يصافحه، وكان شابا عالما مؤمنا، انظر وتأمل، فأبى أن يصافحه وقال: أنتم أعداء أمتنا، تحتلون أرضنا وتسلبوننا حريتنا، ولكن يوم الخلاص آت منكم لا محالة، وستتحقق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود أنتم شرقي النهر وهم غربيه. فرد موشى ديان الماكر الخبيث قائلا رد على هذا الشاب قائلا: نعم، هذه نبوءة نجد لها في كتبنا أصلا، نجد لها في كتبنا أصلا، أي أنهم سوف يخرجون في يوم من الأيام من أرض فلسطين، ولكن متى؟ قال: حين يخرج منكم شعب، تأمل، يعتز بتراثه ويحترم دينه ويقدر قيمه الحضارية، وحين يقوم فينا شعب يهمل دينه، يهمل تراثه ولا يقدر قيمه الحضارية، حينها تقوم لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل. فهل من معتبر عباد الله؟ لنعود إلى دين الله جل وعلا، حتى تعود إلينا هذه الأرض المباركة. لذا كانت عباد الله هذه الكلمات إشارات وعلامات على الطريق لاستعادة بيت المقدس بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا يقين عندنا أن بيت المقدس سوف يعود في يوم من الأيام، وسوف يحكم الأرض كلها خلافة على منهاج النبوة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. لكن كيف الطريق عباد الله إلى بيت المقدس؟ ولا تظن أن هذا الكلام موجه إلى البعض منا، كلا والله، بل كلنا عباد الله مطالب بأن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه، وبأن يستقيم على دين الله تبارك وتعالى، وبأن يبذل من ماله ووقته وجهده ما يكون سببا في استعادة بيت المقدس بإذن الله تبارك وتعالى. كما تكلمنا أننا لا نتكلم من منطلق الوطنية، إنما نتكلم من منطلق عقيدة راسخة أن المسجد الأقصى هو قضية المسلمين أينما كانوا وفي أي زمان عاشوا، واجب عليهم أن ينهضوا وأن يقوموا حتى يستعاد بيت المقدس بإذن الله تبارك وتعالى. أول الطريق إلى ذلك عباد الله أن ننصر دين الله جل وعلا
بأن نطبق شرع الله تبارك وتعالى على أنفسنا وعلى أولادنا، نطبق شرع الله تبارك وتعالى في بيوتنا وفي شوارعنا، في أسواقنا، في طرقاتنا، في محلات أعمالنا. الجميع عباد الله لا بد أن يزن حياته بميزان الشريعة حتى تنصلح أحوالنا بإذن الله جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف ننصر الله تبارك وتعالى والله جل وعلا هو القوي العزيز المتين الذي لو أراد أن يهلك أهل الأرض جميعا لأهلكهم في لحظة وأقل من لحظة؟ فكيف النصر عباد الله؟ كيف تنصر الله جل وعلا؟ تنصر الله تبارك وتعالى بأن تنصر دين الله جل وعلا، بأن تطبق شرع الله تبارك وتعالى، بأن تكون واحدا من جنود هذا الدين، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي أصبحوا منتصرين. إذن عباد الله، النصر لا يتحقق إلا إذا أقام الناس دين الله جل وعلا، طبقوا شرع ربهم تبارك وتعالى في كل شأن من شؤون حياتهم. خذ على سبيل المثال باب التجارة، باب من أبواب الرزق، لكن قل من الناس من ينضبط فيه بالضوابط الشرعية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قل من الناس من يحافظ على الحلال ويجتنب الحرام. قل من الناس من يسأل قبل أن يتاجر: هل هذا حلال أم هذا حرام؟ ولذلك وقع الكثير من الناس في الحرام من حيث لا يدرون. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يطوف بالدرة في السوق ويضرب التجار، يضرب بعضهم ويقول: لا يتاجر في ديننا إلا من فقه دين الله جل وعلا، لا يتاجر في ديننا إلا من تعلم دين الله جل وعلا، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. إذن عباد الله، هذه الحياة، هذه الأرض ملك لله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى قد نظم من الشرائع، من الشريعة، ما يحفظ للعباد حياتهم ويكفل لهم سعادتهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذا أراد الناس أن يعيشوا حياة الطمأنينة وحياة الأمن والأمان وحياة الرخاء وحياة البركة، فلا بركة إلا في ظل تطبيق شرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذن نقول عباد الله، إذا أردنا أن نستعيد بيت المقدس مرة أخرى إلى حوزة المسلمين، فلا بد من أن نطبق شرع الله تبارك وتعالى في كل شأن من شؤون حياتنا. كذلك عباد الله، نقول من أسباب استعادة بيت المقدس إلى حوزة المسلمين مرة أخرى أن نأخذ بالكتاب والسنة، بفهم سلف هذه الأمة الذين هم صحابة الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. الكتاب والسنة عباد الله التي لما أقام المسلمون حياتهم وفق الكتاب والسنة تغيرت أحوالهم، وكان النصر والتمكين بفضل الله تبارك وتعالى. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوم أن استعاد بيت المقدس من أيدي الصليبيين، ودخل بيت المقدس فاتحا منتصرا لتسلم المفاتيح، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، يوم أن كان المسلمون يقيمون دين الله جل وعلا، يوم أن كان قائدهم كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه على الرسول. وانظر كذلك إلى صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه، الذي استطاع بفضل الله تبارك وتعالى
أن يستعيد بيت المقدس مرة أخرى بعد أن غاب عن ديار المسلمين أكثر من 90 عاما. كان صلاح الدين الأيوبي لما يسأل عن سبب أنه لا يضحك وعن سبب أنه لا ينبسط كان يقول: كيف أضحك وبيت المقدس أسير، وبيت المقدس تحت الأسر، وبيت المقدس بأيدي الصليبيين. جاءته رسالة من أحد الأسرى المسلمين الذين وقعوا في الأسر، فأرسل رسالة إلى صلاح الدين الأيوبي على لسان المسجد الأقصى يقول فيها: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكث، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. فتحرك صلاح الدين الأيوبي ومضى بعد أن أسس دولة الإسلام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يمر على خيام جنوده رحمه الله تعالى، فإذا سمع أهل خيمة من الجنود يقرؤون القرآن ويقومون الليل قال: منها هنا يأتي النصر. وإذا مر على أهل خيمة من جنوده يلهون ويلعبون قال: منها هنا تأتي الهزيمة. إذن عباد الله، نقول من أسباب النصر والتمكين العودة إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله وسلم على رسول الله بفهم سلف الأمة. من هم سلف هذه الأمة عباد الله؟ إنهم صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، السلف الذين ربما يحاربهم كثير من الناس في هذه الأيام، وأصبحت تهمة يتهم بها العبد أنه ينتسب إلى منهج السلف. وما منهج السلف عباد الله إلا أننا نقول: نعود إلى الكتاب والسنة، نكون كما كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ولقد نطق بذلك واحد من قادات المجلس العسكري في هذه الأيام، ونطق بكل قوة لما فهم الحقيقة، لما فهم قال: نحن كمصريون مسلمين كلنا سلفيون. لأن الذي يدعو إلى أن يعود الناس إلى منهج السلف إنما يعود إلى أن يعود الناس إلى ما كان عليه صحابة الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. أكثر الناس علما بالكتاب والسنة سلف هذه الأمة آباؤنا وأجدادنا المتقدمون الذين هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين. وإننا نقول بكل قوة عباد الله: إن أمة الإسلام لن تجتمع ولن تتحد ولن تكون لها قوتها التي ننتظرها إلا إذا اجتمع الجميع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم من هم أعلم الناس بالكتاب والسنة. سلف هذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الجميع عباد الله ليست المسألة مسألة تسمية أنك سلفي إذا أنت فوق كل شيء، لا، إنما نحن لنا ميزان هو الكتاب والسنة. من خالف الكتاب والسنة رد عليه أمره ولو كان من كان، ومن وافق الكتاب والسنة فإن قوله وفعله يوضع فوق الرؤوس. هذا هو الميزان عباد الله. لذا نقول: ما من أحد من المسلمين إلا وهو يتمنى ويفتخر أن يكون ويتمنى أن يكون كما كان صحابة الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول، ولا يقدح في ذلك بعض الحوادث الفردية. حينما قالوا هم الذين فجروا كنيسة القديسين وتبين بفضل الله تبارك وتعالى من فعلها والكل يعلم هذا، قالوا يهدمون الأضرحة وقد تبين بفضل الله تبارك وتعالى أنهم بريئون من ذلك. والذي يقدح كما ذكرنا في منهج السلف إنما يقدح في هذا الدين العظيم. تأملوا عباد الله، وأنت لا ترضى أن يدخل رجل في هذه المدينة على سبيل المثال فيتعرض له بعض الناس بالسب أو الشتم
الابن مثلا أو يظلمه مظلمة فيخرج الرجل ويقول كل أهلي مدينة أبي المطامير ظالمون. هل ترضى لأجل خطأ واحد أن يقال عنك عن كل البلد أنها ظالمة؟ أبدا والله ما نرضى عباد الله. إذن فمن أجل حوادث فردية إن وقعت هل ينسب إلى أن سبب التخلف والرجعية إنما هم سلف هذه إنما هم من ينتهجون منهج السلف؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا نملك إلا أن نقول عباد الله حسبنا الله ونعم الوكيل، والله جل وعلا من ورائهم محيط. لا نتكلم عباد الله والله هذا الكلام من منطلق عصبية لاسم معين، لا، فإننا نقول إن منهج السلف ليس قاصرا على أصحاب اللحى، بل كل من طبق دين الله تبارك وتعالى ولو لم يكن ذا لحية فإننا نقول منتسب إلى منهج السلف لا ينقصه إلا أن يعفي لحيته. ومن أعفى لحيته وأخطأ في أمور كثيرة نقول هو ليس فوق ميزان الشريعة، بل هو خطأ ونحن ندور مع الحق حيث دار ولا نتعصب لآراء الرجال. نقول هو خطأ وليس عنده شيء حسن إلا هذه اللحية إذا انتوى بها اتباع سنة الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. إذا نقول عباد الله لابد من عودة إلى ما كان عليه صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه الذين كانوا يقدمون حب الدين، حب نصرة دين الله تبارك وتعالى على حب أموالهم وأنفسهم، كانوا يبذلون أموالهم وأرواحهم في سبيل نصرة هذا الدين العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دين الله تبارك وتعالى في كل زمان وفي كل مكان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فمن أسباب النصر والتمكين، من الأسباب التي تعين المسلمين في هذه الأيام بإذن الله تبارك وتعالى على أن يستعيدوا بيت المقدس، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا هذا الطريق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقول من أسباب النصر والتمكين عباد الله الثبات على دين الله جل وعلا، أثبت على هذا الدين، تمسك بدين الله تبارك وتعالى، واسأل الله جل وعلا أن يثبتك على هذا الدين. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه كان يكثر من هذا الدعاء ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. انظر وتأمل، وهو الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. نحن نحتاج إلى الثبات عباد الله من أجل أن ننجو ومن أجل أن ينصرنا الله تبارك وتعالى. لكن من يثبتنا عباد الله؟ إنه الله جل وعلا. إذا ما أقام الناس دين الله تبارك وتعالى استحقوا التثبيت من الله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالثبات على الدين عباد الله سبب من أسباب النصر والتمكين. قال الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي طبقوا شرع الله تبارك وتعالى، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. من أسباب النصر والتمكين عباد الله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر، وليقينوا بأن النصر والتمكين بيد الله تبارك وتعالى. اسمع إلى قول الحق جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ثم ولله عاقبة الأمور. تأملوا عباد الله، من أسباب النصر والتمكين إقامة الصلاة عباد الله، إقامتها بشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها، وهو أعظم ما فيها عباد الله. الصلاة عباد الله من أعظم ما يكثر منه العباد في هذه الحياة. كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا حزبه أمر، إذا اشتد به أمر، إذا تعرض لكرب، تعرض لهم، تعرض لغم، كان يفزع إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. فالصلاة عباد الله خير موضوع حينما يتعلق قلب العبد بربه تبارك وتعالى. اسمها صلاة، صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا. فكلما أكثر العبد من الصلاة كلما اتصل قلبه بالملكوت الأعلى. وإذا ما كان العبد قريبا من ربه جل وعلا كان النصر والتمكين والتأييد والتوفيق والتسديد من قبل الله جل وعلا لهذا العبد. لذلك نقول عباد الله: قد تتغير موازين القوى بصلاة يصليها العبد يرفع فيها صوته بالدعاء إلى خالق السماوات والأرض، فتتغير الدنيا كلها عباد الله. في ليلة بدر قام الرسول صلوات الله وسلامه عليه يصلي ويدعو ربه تبارك وتعالى، يدعو ربه تبارك وتعالى بأن ينزل النصر على جيش المسلمين، وقد كان بفضل الله تبارك وتعالى. إذن نقول عباد الله: من أسباب النصر والتمكين إقامة الصلاة، من أسباب النصر والتمكين إيتاء الزكاة التي هي حق الفقراء عباد الله في أموال الأغنياء. هذا الحق الذي افترضه علينا المولى تبارك وتعالى، والذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه لينظر هل عليه زكاة أم لا. خذ على سبيل المثال زكاة التجارة عباد الله. التاجر الذي يتاجر أي تجارة كانت لابد أن يعلم أن في هذه التجارة زكاة. إذا بلغ المال النصاب، وإذا حال عليه الحول، وإذا تم ملكه، والأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر من ذلك. لكن الشاهد الذي نريد أن نقول عباد الله أن إيتاء الزكاة سبب من أسباب النصر والتمكين، يقوي جماعة المسلمين، ينزع الغل والحقد والحسد من قلوب المسلمين، يصبح المسلمون يدا واحدة على من سواهم بإذن الله تبارك وتعالى. من أسباب النصر والتمكين كذلك عباد الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تعيش في الدنيا لوحدك، أنت تعيش في مجتمع، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. رأيت إنسانا مقصرا في دين الله جل وعلا فلتنصحه، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والله جل وعلا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر كان هذا سبب من أسباب النصر والتمكين بإذن رب العالمين. ثم قال تبارك وتعالى: ولله عاقبة الأمور، أي لتعلم أن النصر بيد الله تبارك وتعالى وحده. فليكن عندك هذا اليقين أن الله جل وعلا لن يديل لدولة الكفر على الإسلام إذا ما أقام المسلمون دين الله جل وعلا. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. نقول عباد الله: من أسباب النصر والتمكين هذه الآية في سورة التوبة، فاسمعوها وعوها عباد الله جيدا. قال الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن
لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أن تبيع نفسك لله جل وعلا فنعم المشتري ونعم الثمن عباد الله ونعمة السلعة التي هي جنة عرضها السماوات والأرض. اسمعوا عباد الله إلى فضل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: من اغبرت قدم عبد في سبيل الله حرمه الله على النار. من اغبرت قدماه في سبيل الله جل وعلا حرمه الله على النار. ولساعة يقومها العبد في سبيل الله جل وعلا خير من أن يقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. انظر وتأمل، والشهيد له عند الله 6 خصال: يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويلبس تاج الوقار. تأمل، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه، ويبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، كما أخبر بذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمدا رسولا وجبت له الجنة. قال: وأخرى يرفع العبد بها 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، الله أكبر. الجهاد في سبيل الله عباد الله، المجاهد في سبيل الله، المجاهدون لهم 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، مسيرة 500 عام. لذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فلا تعز من أجل الدنيا من أجل المال والشهوة، لا تكن عبدا أرضيا، بل كن عبدا يريد أن ترتفع درجاته في السماء بإذن الله تبارك وتعالى. ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الجهاد في سبيل الله عباد الله بوابة عظمى للخير، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا شهادة في سبيله وميتة في بلد رسوله صلى الله وسلم على رسوله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي الشيشان وفي كشمير والهند وفي العراق وفي كوسوفو وفي الصومال وفي لبنان وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر فيهم أحدا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاصهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجمع كلمتنا وثبت على الحق قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم أصلح شيوخ المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح واهد نساء المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان.
اللهم بلغنا رمضان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.